عواطف مشهورة بمرت السعودي. انا كما كنت بزاف كيقولوا لي الناس علاش حطيتي هذا الاسم ديال مرت السعودي. هو هذيك مرت السعودي لو كانت ما كنتش مزوجه بسعودي يعني ما يمكنش لي نحط مرت سعودي، يعني انا الزوج ديالي سعودي، داكشي علاش حط لي بقى داك اللقب ديال مرت السعودي خليته هكاك. انا عشت في واحد المدينه اللي هي مدينه صغيره، مدينه سيدي افني. انا كنفتخر انني بعمرانيه شلحه. الاسره ديالي كتكون من ماما وبابا واخوتي جوج، اختي اللي هي معايا في اكادير وخويا اللي عايش في اسبانيا. انا دوزت الطفوله ديالي الحمد لله دوزناها بما يرضي الله بحال كاع الناس كما عايشين مع والديهم واخوتهم. كبرنا مجموعين، اكيد تزوجت، كان الزواج الاول ديالي وكان زواج فاشل الحمد لله اللي تمرات في واحد البنيه، اللي عندي بنيه ما شاء الله سميتها لينا، عندها 14 عام دابا. ومن بعد زوج دابا كان زواج لي مع هاد سعودي اللي سي فهد اللي هو كان هو السند ديالي الحمد لله. يعني ربي عطاني عوضني واحد في واحد الزوج اللي ما عمري وقيلا غلقاه. انا كنت درت واحد العرس اللي كنت درت تقاليد بعمرانيه، درت دوك التقاليد ديال العصيده، مع هو كان لابس اللباس ديال الصحراوي وانا درت اللباس ديال القش ديال الشلوح ديالنا. فهداك الفيديو انا حطيته في تيك توك. هذاك الفيديو ما شاء الله وصل دابا لشي 7 المليون ديال المشاهده. الناس كامل عجبهم هذوك التقاليد ديال مغربيه مزوجه بسعودي، لان الاغلبيه في المغربيات ما كيديروش هذوك التقاليد ديالنا، انها كدير واحد ديك التقاليد البسيطه ديال العصيده القش. انا من النوع اللي عجبني هذاك الشيء نديرو، يعني بينت فيه التراث اللي انا عشت فيه والتقاليد اللي عشت فيهم. لان احنا كنا العرس المغربي الامازيغي ضروري البنت خصها دير القش ودير العصيده. فانا كان الحمد لله هذاك الشيء درتو وعجب الناس، وانا فخوره انه هذوك التقاليد ديالنا عجبوا الناس، لانه اي مدينه في المغرب كيفتخروا الناس بهذاك دوك التقاليد ديالهم. يعني مشيتي لطنجه كتلقى عندهم واحد التقاليد، مشيتي لتيزيد كتلقى عندهم تقاليد، مشيتي للصحراء كتلقى عندهم اللبسه الصحراويه. يعني اي مدينه فيها تقاليد ديالها، وانا درت تقاليد بعمرانيه زوينه. السوشيال ميديا كنبارطاجي اليوميات ديالي مع وليداتي، مع راجلي، مع بالنسبة عندي واحد البراند اللي دايره فيه هو عواطف بيوتي، اللي درت واحد البراند اللي كيتكون من قماش، من غاسول ديال الوجه، من بلاش، فيتامين سي ديال الوجه، يعني كاع الحاجه الكوزميتيك اللي كتعلق بالبشره، وهذا العنايه بالبشره. فما شاء الله كان ناجح، وكان بزاف عليه الطلب، بزاف الحمد لله من الناس اللي جربوه، وانا فخوره بهذا الانجاز. وحتى وليداتي عندي فخر انني عندي وليداتي كنربيهم وكنكبرهم قدام عيني هذوك الفضل. بزاف الناس كيسولوني كيقول لي عواطف واش عطاك 500 مليون؟ عطاني 500 مليون في صدق. هي فعلا انا خديت بها هاد الفيلا فاش عايشه الحمد لله، وكان خدا لي الرونج في صدق ديالي، وبلا الكوليه ديال الذهب. وهذا هو ولد الناس بحال اللي شوف، هو كبر بيا بهذا المفهوم، كبر بيا. ما انا ما طلبت منه حتى شي حاجه، ولكن هذاك الشيء دارو هو بالرضا ديالو كبر بيا. وحتى مؤخرا ماشي حتى شي سيمانه دابا خديت الدار في كازا وبارطاجيتها مع بزاف المتتبعين ديالي، انني خديت الدار ديالي في كازا. ايوا كنتمنى من الناس، شوف ملي كتكون قلبك زوين ربي كيعطيك على قد النيه ديالك الحمد لله. العرس ديالي كان داز في
واحد العرس اللي صراحه بزاف الناس عجبهم حيت كان في مده اسبوع. كان درنا نهار ديال نحيره فاش نحرنا الجمال، كان داز درنا نهار ديال الحنه بوحدو، كان داز نهار ديال العرس اللي كان عرس درناه في قاعه، يعني كانوا الناس الحضور ما شاء الله، كانت شي 400 ديال الناس اللي كانوا حضروا ليا في العرس كامل. الغد ليه كنا درنا هذوك التقاليد ديال الصحراوة اللي كان فيهم الجيتار ديال الصحراوة، لانه كان عندي عائله ديالي بزاف صحراوي، الناس الصحراء، وجاو درنا هذاك اللباس ديال تانا، لبست لبسه صحراويه وتا هو يلبسها وعجبوه. هو كان باغي، هو كان قال لي شوفي انا ملي غنتزوج بك غنديروا كلشي التقاليد ديال المغرب، اشنو كديروا في تقاليد العرس ديالكم؟ وهذاك الشيء كان عجبوه بزاف، يعني ملي انا درت هذيك اللبسه الصحراويه ودرت، والغد ليه درت العواد، يعني العواد ما يمكنش داكشي صراحه، وداكشي داز زوين بزاف بزاف بزاف. راه عندي المقاطع ديالي في تيك توك حطاهم ديال العرس ديالي اللي فيه العواد، فيه الجيتار، فيه لبسه صحراويه، فيه لبسه ديال القش. الحمد لله داز عرس زوين، وانا كنفتخر بانني مغربيه. شوف ان تكون عندك مراه مغربيه في الدار، راه عندك التاويل وعندك كامل في الدار الحمد لله. انا راجلي اول حاجه ما مزوج، انا راجلي ديتو اعزب يعني انا اول زوجه هي انا هي مرتو الاولى، ووليداتي معاه وما وليداتو الاولين. يعني المغربيه فيها الاهتمام، هاتي بحداتو انك تكون عندك مرا مغربيه كتهتم بيك، فطورك في الصباح، داك الحنان ديال ان الزوجه المغربيه ما كتلقاه في حتى شي بلاصه. المغربيات معروفين بالتاويل، بلباسهم ما شاء الله، يعني غير حنا لباسنا انا راجلي كيعجبو هذاك القفطان المغربي، هذيك التكشيطه المغربيه. انا ملي كتلبسي تكشيطه مغربيه ولا قفطان مغربي كيقول لي ما شاء الله كيجيك زوين، يعني بحد ذاته هذيك راه زوجه مغربيه، راه هذيك بحد ذاته راه كادو لاي واحد، اي اجنبي جا تزوج مغربيه راه ما شاء الله. حنا المغربيات ما شاء الله كلشينا زوينات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.